ما شاء الله فيها توزيع كمان، يعني التوزيع كويسه يعني تحس ان فيها اهلي وفيها كمان من الصعيد. صحيح. حمدان من اسوان، يعني فيها تنوع كبير، تنوع وكلهم مدربين عاليين، يعني مدربين كويسين، اخلاقهم كويسه جدا. لازم، مهم جدا يا كابتن اسامه وانت تعرف الكلام دوت، ان انك انت ما بتمسك ناشئين او شباب، لازم يكون الاخلاق اهم من اي حاجه. كويس. لانك انت بتتعامل مع بتعلم قيم كمان، بتعلم قيم، برافو عليك، بتعلم قيم، بتعلم اخلاق، بتعلم اسس، كل ده لازم يكون في موجود بالنسبه للمدربين الشباب او الناشئين. مش اي حد يمسك ناشئين ومش اي حد يمسك شباب، صعبه جدا يعني. انك انت لازم يكون اخلاقك كويسه، لان على فكره اما كنا انا مثلا بروح اعمل تجديد الرخصه في المانيا ولا حاجه، لازم بيطلبوا مني قبل ما احضر تجديد الرخصه بتاعتي، لازم اجيب شهاده من البوليس ان انا معليش اي حاجه. لانك انت ممكن تمسك ناشئين، ممكن تمسك شباب، ممكن تمسك، فده ينعكس على الولاد الصغير. فلازم يكون عندك انت اخلاقك كويسه، مع عندك الصحيفه بتاعتك نظيفه، عشان انت هتمسك اولاد، يعني لازم تكون عندك انت اخلاقك كويسه على اساس انك انت تتعامل مع الاولاد دول. فده مهم جدا. اكيد هنتكلم معاك عن الرخص والشهادات اللي انت خدتها في المانيا، وكمان انت اشتغلت هناك في المانيا يعني فتره واكتسبت فيها خبرات. عايز ارجع لمنتخب مصر. منتخب مصر انتوا بداتوا خلاص المعسكرات؟ بدانا معسكرات مفتوحه عشان برضو الكورونا والكلام اللي احنا فيه دوت. عملنا حوالي معسكرين. شفنا طبعا يعني ولاد كتير جدا جدا من كل جميع انديه مصر، حتى مراكز الشباب شفناها. يعني انت النهارده بتقول منتخب مصر مفتوح للجميع؟ مفتوح للجميع، مش اهلي وزمالك زي زمان زي ما كان بيتقال. لا خالص خالص. وعلى فكره في اولاد كويسه جدا في كويس. في الانديه اللي هي في المحافظات، في النجوع، في مراكز الشباب. يعني احنا بنشوف، يعني كنا في اسكندريه من 3 4 ايام، كنا بنشوف منتخب كفر الشيخ، منتخب اسكندريه، منتخب بورسعيد. يعني حتى خدنا اولاد من انديه درجه رابعه. كان في منتخب بورسعيد او منتخب كفر الشيخ. فشفت انا حارس مرمى مثلا في مركز شباب دسوق. يعني انت ممكن تشوف، ما برضو الناس لازم تاخد فرصها. انتوا بتسافروا يا كابتن هاني؟ والله احنا اللي بنسافر دلوقتي. يعني احنا اللي بنسافر، بنشوف مثلا المنطقه مثلا عامله منتخب مثلا في الحته الفلانيه في اسكندريه. في اي حته، فبنسافر نشوف الماتشات دي كلها، بدل ما نجيب احنا الاولاد كلهم وتكلفه عليهم او كده، وبرده القعده والاقامه والكلام ده كله عشان الكورونا. ما ينفعش ان احنا نعمل الكلام ده كله. فطبعا اتحاد الكره شاكر طبعا ان احنا بيدينا الفرصه ان احنا نعمل الكلام ده كله. بنشوف ناس كويسه، بنشوف كل والله بنشوف كل الانديه، بنشوف مراكز الشباب. كل دي لازم يعني لازم نشوفها على اساس ان كل واحد يبقى واخد فرصته كامله، عشان ما يقولش ان احنا انتوا ما بتشوفوناش، احنا ما بنعملش، احنا ما بنروحش، انما احنا بنروح ونشوف كل حاجه. الدوري كان توقف خلال الفتره السابقه، هيرجع تاني يستأنف إن شاء الله على اول ابريل. اكيد دي فرصه كويسه بكم تتابعوه تاني وتشوفوا بقى الانديه يعني واللعيبه بشكل اكبر. يعني بص يا كابتن اسامه، طبعا لما الدوري توقف حصل حته بعد شويه، انما الدوري بيشتغل بتشوف اكتر الانديه بتشوفها. احنا بنشوف الدرجه الثانيه وبنشوف مش لازم يكون في الدوري الممتاز يعني. يعني بنشوف، يعني انا قالوا لي في ولد حارس مرمى كويس في ترسانه مثلا. ترسانه بتلعب درجه ثانيه. والله رحت شفته، لقيته فعلا جول كويس خدته. فهي دي النقطه، يعني احنا الدوري لما بيشتغل يا كابتن اسامه بيبقى القاعده مفتوحه اكتر، يبقى الـ تقدر تشوف كل حته في مصر، يعني تشوف هنا وهنا وهنا. انما لما الدوري اما توقف الايام اللي فاتت دي، بقينا نضطر نخاطب المناطق وهم اللي يعملوا لنا الماتشات عشان نروح نشوفها. فطبعا شاكرين طبعا هم ليهم طبعا. انما لما الدوري بيتلعب بيسهل علينا، بيسهل علينا. تختار. طب